ليكيب سلام الله عليكم في رسالتكم جميعا حيكم دائما وابدا مرحبا بكم اي معلومه تجون حب شرطها معكم والدليل على الخير كفاعل اليهم المصلي وسلم وبارك على نبينا محمد ومن يسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. بون ليكي جاتنا هذا الداسيا لوغان موتور 1.6 قال لك صح في السياره راهو عندي مونك دو تيراج وعندي قال لك ديماراج افروا صباح ما زربش نوضي. عملنا ديغنوستيك ليكيب درنا لي تيست تاعنا واش لقينا ليكيب لقينا لي دوا كي البيتر تاعو مزايرين فوالا نشوفو هنا ليكيب الدواء تاعنا هذا ندير لكم الضوء شوفوا الدواء تاعنا هذا هذا فوالا شوفوا كيف راه يخرج من بلاصتو هذا الدواء بارابور لهذا فوالا شوفوا لا ديفيرونس بينو وبين هذا هادو كي تزهزا بلي دوا كي البيتر تاعك وما تريقلهمش في وقتهم اشاك 40 مين لازمك دير ريغلاج دوا كي البيتر اون بليس نديرو لو ريغلاج دوا كي البيتر باذن الله تعالى ليكيب نديرو لو اوغمونطاسيون دو بويسونس باذن الله تعالى نقراو له الفيجي تاعو نديرو لو اوغمونطاسيون دو بويسونس باذن الله تعالى الفييكيل راح تولي ما شاء الله ترجع لها الروح زيد تولي بليس بويسونس باذن الله تعالى نشارككم معلومة ليكيب اون بليس واش عندنا عندنا هذا البرلينغو بلال شراو يدير خويا واش هنا يا بلال واش هنا لي ديفو لي خرجن شنو هي كابتور طومبيراتور دير ادميسيون هذا تاع دي بي متر واش هنا كان البروبليم تاعو هذا كابتور ريجيموتور فوالا الخطره الاولى واش هنا كان البروبليم تاعو قال لك كون نمشي بها عادي جدا موتور 1.6 لا 110 قال لك صاحب السياره نكون نمشي بها عادي جدا اوب ومن بعد تكوبي قال لك تربط لي تحت رجلي لقيت خويا قالوا له بلي عندك البومبات هذه هي اللي راهي دايرت لك المشكل لقيت راح شرا بومبات البومبات مع العلم انها ليكيب هذه لا بومبات راهي تتباع كومبلي هذه تتباع كومبلي هذه البومبات تتباع كومبلي بها بلي تويوات تاعها بلي برونش تاعها ديال 13150000 لقيتو شراها وجابها لي قال لي ركب لي هذه البومبات بعد ما فيريفينا ليكيب واش لقينا بعد ما بدلوا له الفلتر دو غازوال هو قال لك بعد ما بدل الفلتر دو غازوال ولا ترقد لي تحت رجلي لقينا لي تويو تاع لي فلتر دو غازوال تاع الفلتر دو غازوال مقلبين فوال ريقلناهم باذن الله تعالى ولات تطول لنا في المنور نعملو ديغنوستيك واش خرج لنا كابتور ريجيم موتور ابسونس دو سينيال ريقلنا له كابتور ريجيم دو موتور من بعد ولات ثاني طول في المنور نزيدو نطرقو الحاجه الاخرى واش لقينا زدنا سكانينا بيان وتبعناها ليكيب واش لقينا سينكرونيزاسيون ار براكام في البروكان دونك هنا في الكا هذه يقول لك بلي كاين مشكل في الكالاج تاع لاشين حنا قبل ما نروحو الكالاج تاع لاشين لازمنا نثبتو كابتر ريجيم موتور اللي قلنا له باذن الله ولا لاباس عليه طلع لنا الريجيم بيان ومن بعد بعد ما فيريفينا ليكيب نشوفو هنا هذا لي فيسو اللي راكم تشوفوا فيهم ندير لكم الفلاش ليكيب هنا هذا هذو لي فيسو تاع كابتور ريفيرونس سيلندر شوفوا ليكيب كيف راهم يتوشيو في بعضهم هذو كانوا يتوشيو هكذا دونك اوتوماتيكمون ليكيب ماهيش راح تنوض لنا الفييكيل وطول في المنوض فوالا بعد ما ريقلنا له هاد لافيش ركبنا له وحده باسكو هذه ما كان لها كسروا ريسانا نجيبو خويا ادابتاتور طور ركبوها باذن الله تعالى ونسيي ونوض راح بلال ايسي نوض بسم الله ما شاء الله في سموك نحس هذا باسكو احنا منحيين باسكوات الفيجيه باسكو لقينا الجوان تاعها هنا ما كانش توليت بيرديلو هنا اوبريسيون تاتير باذن الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رقلنا له المشكل كان راح يخسر خسارة تاع ما نبغيش قداه وبفضل ربي سبحانه رقلنا له المشكل تشيك طافية بلال هنا واش يخرج لنا لي بروبليم يخرج لنا غير دي بي متر دونك حنا منحيين الله يبارك الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا ليكيب في هذا الفيديو بارك الله فيكم على حسن المتابعة والإصغاء